مساء الخير عليكم أينما كنتم. تحية طيبة إلى كل المتابعين والمشاهدين الأعزاء. اليوم عندي عرس سوري في فيينا. طبعا جربت الصوت، الصوت كلش حلو والقاعة كلش حلوة. شوفوا شوفوا الكوشة كلش مرتبة حلوة. شوفوا القاعة من بعيد، الناس قاعدين. شوفوا شوفوا الكوشة بعد أكثر من القرب. طبعاً هنا راح يكون مكان الرقص، العالم قاعدين ماخذين راحتهم. شوفكم الطاولات، بس ترتيب الطاولات شو راح يكون؟ كلش حلوة مرتبة. شوفوا طبعاً هاي ترتيب كل الطاولات راح يكون هيش ترتيبها. طبعاً هنا راح يدخلون العرسان وهاي الكوش هنا. طبعاً الصوت جربت الصوت كلش حلو. وهيك راح يكون الفيو مال العرسان. مستعدون لحياة جميع حفلاتكم ومناسباتكم الخاصة والعامة بالنمسا وبأوروبا وكل العالم، وفريق متكامل للتصوير. وتحياتي لكم وما كنتوا. نوري بابا. Yeah.